بعدي عني. محسوبتك رئيفة، نزيلي عتيقة بهالسجن. تشرفنا. بس الله يخليكي، ماني خلق احكي مع حدا. شو عم تحكي ولا؟ شو ما حدا عاجبك؟ هلا فيكي تقولي ليش عم تضربي انتي؟ طيب عليك يا معوض، روقينا من شاني. عدي عدي يا اختي، عدي عدي، هدي هدي، لا تعصبي وفكي هالعقدة. صدقيني ما في شي بالدنيا بيستاهل. يا باسط الأرض، يا رافع السماء، يا جابر المكسور، يا ناصر المظلوم، يا هالك الظالم، يا مفرج الهم والكرب والحزن، يا رب أنت العالم بحالي والغني عن سؤالي. يا رب يا رب، إذا مو من شاني مشان ضناي عز وعزيز، يا رب دخيلك، يا رب يا رب. لساتك عم تبكي؟ حرامي اللي عم تساوي بحالك. الصبر، ما إلك غير الصبر. قومي معي، قومي معي. سمي بالله وكلي. لازم تاكلي، ما بيصير هيك. إذا بتضلي على هالحالة بتموتي. بكرة قدامك يوم طويل من الصبح لآخر الليل، على أخذ وصد ورد. أنت لازم تكوني قوية مشان تقدري تدافعي عن حالك. سمي بالله وكلي، اسمعي مني، أنا واحدة مجربة. كل يلي بيفوتوا لهون أول شي بيشوفوا الدنيا سودة بعيونه، والأرض بكبرها كلها ما عم تسعون. بعد ما يمرق شوية وقت بتتعودي على المطرح، وشوي شوي بتمرق الأمور وبتهون عليكي. صدقيني الله بيبلي وبيعين. انت شو اللي جابك لهون؟ اللي جابك يعني مظلومة. الله شايف وعارف. ما قلتي لي شو اسمك؟ اسمي رجاها. اسم غريب بس حلو، رجاها. حتى مزلومة. بريئة يا سيدي، الله وكيلك بريئة. كل هالبراهين والأدلة الدامغة ضدك وبتقولي إنك بريئة؟ الله يعلم يا سيدي إني أنا بريئة. الأدلة بتأكد إنه أنت ورا هالفعلة، فلا تعاندي وتلفي وتدوري. الاعتراف جايز يخفف عنك. اعترف بشو يا سيدي؟ اعترف بشي ما عملته. الله وكيلك ما عملت شي، انا ما عملت شي. يعني رح تضلي معندك؟ هات المصحف الشريف يا سيدي، لأحلف لك انا ما دخلني بكل شي صار، ما دخلني بكل شي صار. زدتني مشان الله زدتني. طيب مين له مصلحة يتهمك هيك تهمي؟ ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. طيب يا رجاها، انت إلك اعداء شي؟ لا يا سيدي ما لي اعداء. كنت تهددي بعد مقتل زوجك شاهر انك تنتقمي شر انتقام من اهالي مديرة، واغلب الناس بالضيعة سمعوا تهديداتك المتكررة. فيك تنكري هالشي؟ لا لا سيدي ما ممكن. انا فعلا صرت اهدد، بس بعد ما قتلوا جوزي، قتلوا لي اياه وهو بس شباب، قتلوا هيك بظروف غامضة، فكانت كل القصة بس مجرد فشة خلب مو اكثر. كنت بس هيك هدد مشان خلي الشرطة تدور لي على قاتل جوزي واعرف مين هو غريمي، بس لا اكثر ولا اقل. يعني أنا وسيد الرحمن يا سيدي مستحيل أقتله الحاج بكر وأحرقه المعصول، مستحيل. يعني هو لحم كتافنا من خيره، هو اللي رعانا وطعمانا وأواني أنا والولاد، مستحيل أقتله يا سيدي مستحيل. لكان ليش هربتي ساعة الحادث؟ من خوفي يا سيدي، من خوفي. ما شفت حالي غير فتت على الأوضة وحملت ابني وهربت، خفت يعملوا فيني شيء أنا والصبي. ضليت أركض 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 بين الحقود. بعدين كمل ورحت لعند الشيخ محمود، دقيت الباب عليه وفتحت
عنده وشرحت له شو صار معي وطلبت انه يحميني لبين ما تنكشف الحقيقه ونعرف مين هو الفاعل. حاكم انه الشيخ محمود عندنا بمدينه كلمته مسموعه. مين الشيخ محمود؟ هذا امام الجامع عندنا سيدي ومعروف عند الكل عند الكبير والصغير، هو مؤمن وبيخاف الله. سيدي انا حكيت شي غلط؟ مو سعدات لرجاء هي مظبوط؟ نعم. لك شو جابها هي لهون؟ لك من غير شي صفياني عرق نص ومو لاقياني النكشه. لك لا تكون مو درياني بحال اختها رجاها. شلون مو درياني؟ ما الشرطه حققت معها ومع جوزها بعربين من يومها. لك يخرب بيتك يخرب بيتك ينكر كرارك ودق خفا اخبارك. لك شو جابك لهون؟ شلون شو جابني لهون؟ جاي اسال عن اختي رجاء. لك سعده ليش انت ما بتعرفي شو صار برجاها؟ ما بصدق انه اختي تقوم بهالفعايل مع الحاج بكر. ايه ما بصدق لو شفت حالي. ستي ان صدقتي وما صدقتي الشغله انفضت ومشي الحال. شلون يعني مشي الحال؟ لك رجاء رجاء انكمشت من وقتها وترحلت مباشره على القصر العدلي. قولي على امتي شو عم تحكي انت؟ القصر العدلي؟ يا ساتر استر يا رب. والاحسن انك تنسيها وتلتفتي لاحوالك لك اختي. شلون بدي انسى اختي اللي معي غيرها؟ شلون؟ اسمعي الكلام يا سعده، اختك رجاها ما عاد منا رجاء، لانه عارف افندي ابن الحاج بكر ما راح يحل عنا ليوصل لحبل المشنقة. ولي على امتي مشنقة؟ شو عم بتقول انت؟ ولي على طولي، ولي على قلبي، ولي على امتي. لك هذا اذا ما شنقوها من زمان وخلصوا منها. ما بصدق يثبت هالشيء على رجاء، ما بصدق. لك اختي اكسبي حالك ورجعي على بيتك، احسن ما حدا يخبر الشرطة يجوا ياخذوكي ويلحقوكي برجاها. ولي على امتي تقبر قلبي عزيز، وينك انت الثاني وينك؟ وين بدي اكون؟ اكيد معها. وين انت شبابك يا رجاها؟ لك شو بدي اقول لهالمسكينة اللي نطف قلبها على ما تشوف امها؟ كيف ترملتي؟ كمان ترمي هالرمية. بدك توكلي محامي يا بنتي. ومنين يا سيدة؟ مالي بعد رب العالمين غير ولدينك واملحة، ما بعرف وين صارت أراضيهم بعد البلية اللي لبستني. عندك ولدين؟ ايه يا سيدي عندي ولدين وأنا مقطوعة من شجرة. طيب وين أمك؟ أبوكي؟ أهلك؟ مالي بهالدنيا غير شاهر وهالولدين واخت دائما مريضة، وبعد ما قتل شاهر مالي غير سيدي ربي. أنت أصلك من مديرة؟ لا أنا سيدي الأصل من لبنان بس صلي زمان عايشة بالشام.